السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وعواشركم مبروكه، غنبقاو نقولوا واحد السيمانه مازال عواشركم مبروكه. كنتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله، والله يحفظكم ويحفظنا اجمعين. اليوم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد الكيك اللي دار ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي. الكيك كيجي في الشكل ديالو شويه مبدل، ولكن حتى المذاق ديالو كيجي زوين وساهل بزاف بزاف بزاف. انا دابا خرجت من الخدمه، مشيت غير ناكل شي حاجه هكا خفيفه، حين ديجا تعطلت في الغداء بزاف. دابا راه ديجا شي ربعه، بحال هكا ربعه في تار ربعه ديجا. نتغدى باش نمشي للدار، هي هذيك صافي، وندوز باش نصايب معكم الكيك. غندخل معكم ديريكتومون الكوزينه باش نصايبوا هذاك الكيك، ما حد الضو ديال الله سبحانه وتعالى باقي مازال. انا كيعجبني نصور في يكون تكون الاضاءه هكا طبيعيه، كتعطي شكل اخر، شكل زوين لا كاليتي ديال الفيديوهات. يلاو معايا ونبداو مباشره. اول حاجه البنات، هي ديجا راني صايبت الكريم باتيسير. ضروري خصكم تصايبوها واحد الوقيته قبل باش يلا تبرد لكم ملي تبغيو ديروها في الكيك، حيت الا جيتو درتوها في الكيك كتخسروا. دونك من الافضل انكم تصايبوها دافونس وتخليوها حتى تبرد على خطره. بغيتو تاخذوها موجوده وتزيدوا عليها الحليب والسكر خذوها، سينو بغيتو تصايبوها كتصايبوها. الطريقه ديالها سهله، عندي هنا واحد الكاس ديال الزيت ولا كاس ديال الزبده، انا استعملت الزيت. عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده، عندي دانون طبيعي ولا فاني، ثلاثه البيضات وجوج ديال الخمارات وحده فاني، وواحد الكميه ديال الدقيق اللي غتخلي لي هذيك الكيك يكون عاقد، مخصوش يكون جاري باش ديك الكريم باتيسير ما تهبطش لتحت، خصها تبقى الوسط باش يلا كيجيو دوك كيجي واحد الشكل الفوق ديالها زوين بزاف. هذاك الشكل الفوقاني هو اللي دار ضجه في مواقع التواصل. هنا درت الزبده هي الاولى مع السنيده، كنطربوهم مزيان مزيان عكس ملي كنبغيو نديرو الزيت. الزيت كنديروها هي كنديرو الزيت هي الثالثه، كنديرو البيض والسنيده. ملي كنكونوا دايرين الزبده كنديرو الزبده والسنيده هي الاولى، حتى كنطربوهم مزيان مزيان، عاد كنزيدو عليهم البيض وكنطربو وكنعاودو نزيدو هذاك الدانون وكنزيدو. وديجا قبل ما هادشي كنزيدو السكر فاني، كنطربو داكشي مع بعضياتو كامل مزيان 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 مزيان. وهنا بان ليكم ثلاثه البيضات، نورمالمون اربعه، ولكن انا وحده في دوك البيضات فيها جوج ديال المحوح، دونك كتعوض جوج بيضات. درت هنا اربعه البيضات، طربتهم مزيان مزيان كيف في اي كيك، خصكم تطربوا مزيان مزيان. راه القاعده ديال هذا الكيك، هذا الكيك العجيب اللي دار هذه الضجه كامله، راه القاعده ديالو ساهله بزاف بزاف. اي كيك كتصايبيه انتيا اللي كتصايبيه ديال كل نهار كيتزاد عليه هذاك الكريم باتيسير. كنبقى نضرب هاد المقادير مع بعضياتها مزيان. هنا تقريبا اللي غيقدني في هاد الكيك هذا واحد جوج كيسان اونص ديال الدقيق حتى ثلاثه، المهم على حساب على حساب البيض، حيت كيكون كبير كيكون صغير كيكون مويان، المهم سا ديبون. المهم نتوما تحسوا بهذيك لاباط عاقده شويه. كنضربوا هاد المقادير مع بعضياتها مزيان مزيان وغنرجع معكم.
هنا البنات بعد ما وجدت عندي هذيك لاباط ديال الكيك غادي ناخذها وغادي ناخذ مول فيه دهنته بالزيت ودرت ليه واحد شويه ديال الدقيق وغادي نحط فيه هذيك لاباط ومن فوق منها غندير هذيك الكريم باتيسير بعد ما نحركها مزيان حيت غتكون عقدات وغنحاول نحركها مزيان بالفوي عاد نديرها فوق هذاك الكيك وانتم غتشوفوا الطريقه. البنات النصيحه اللي غنصحكم بها هي ان ديك لا تيكستور ديال هذيك لاباط ديال الكيك خاصها تكون عاقده شويه وحتى لا تيكستور ديال الكريم باتيسير حتى هي خاصها تكون عاقده شويه تكون عاقده على هاد لا تيكستور اللي كتبان لكم انا دايره خاصها تكون اكثر مازال حقاش الا درتوها شويه جاريه ملي كتدخل الفران كتزيد كترجع تذوب هذيك لا كريم باتيسير وكتخرج لكم من هذيك الكيك دونك من الافضل انها تكون لا تيكستور ديالها عاقده مزيان باش يلاه كتجيكم النتيجه خطيره البنات وكتجي لوكو ديالها كيجي خطير زعما الطريقه ديالها ولا اسهل زعما بحويجات ساهلين كتخرج لكم هذيك الكيك زوينه بزاف كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك العجيب كيجي فريمون زوين والشكل ديالو زوين بزاف كنتمنى تجربوه وتردوا عليا هذيك لا كريم باتيسير كتجي غزاله مع ديك مع داك الكيك وبشي حاجه بسيطه كتخلطوا الكريم باتيسير مع الكيك ديالكم اللي كديروا ديال كل نهار وكتعطي نتيجه غزاله بزاف هذا هو الشكل ديالو كيتحمر مزيان كيعجبني الكيك يكون محمر بحال ما هكا اللون ديالو بحال هكا جربوه وردوا عليا الخبار راها غزاله ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وكنتمنى منكم اللي ما مشتركش في القناه يشترك وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع العائله ديالكم ومع اصحابكم باش هاد لاشين تكبر وتزيد تكبر ان شاء الله من طبيعه الحال الى عجبكم المحتوى ديالي وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه.